الاحداث المتسارعه التي تشهدها ساحات المعارك على الارض وخاصه مع دخول الثوار خطوط تماس مباشره مع طوائف طالما اتسمت مواقفها بالضبابيه تجاه الثوره خاصه المسيحيه والدرزيه والمرشديه مع استثناء الطائفه الاسماعيليه التي حسمت امرها منذ بدايه الثوره ووقفت مع قرار الشعب السوري بالحريه ومع وصول الثوار الى سهل الغاب المعقل الرئيس للطائفه المرشديه حتى ما علينا فهم تاريخ الطائفه منذ تاسيسها واهم الاحداث التي رافقت توريطها في الصراع على السلطه في سوريا ما قبل الثوره. المرشديه طائفه دينيه صغيره يتوزع افرادها على العديد من القرى في ريف اللاذقيه وبعض قرى حمص. ولعل انتشارها الاوسع في سهل الغاب حيث المعارك تتوجه نحو قراهم بعد وصول الثوار الى مشارف قريه جورين المرشديه تاريخيا انشقت المرشديه عن الطائفه العلويه في الربع الاول من القرن الماضي ونصبت سلمان المرشد بن جوبه البرغال مرجعا روحيا لها لم تعلن المرشدية أفكارها الدينية وفضلت الانغلاق والتقية خوفا من ردة فعل غاضبة من الطائفة العلوية على انشقاقها ورغم ذلك لم تسلم من غارات متفرقة من العلويين أسفرت حينها عن مقتل الكثيرين من أبنائها كما ولم تامن الطائفه جانب الاغلبيه السنيه وتعتبر انها استهدفت باعدام سلمان مرشد في اربعينيات القرن الماضي بتهمه ادعاء الالوهيه وارتكاب جرائم في عهد الرئيس السوري السني شكر القوتلي هذا كان في بدايه التاسيس في عهد الاسد الاب جند حافظ اعدادا كبيره من ابناء الطائفه وبمختلف الرتب العسكريه وزج بهم على الجبهات حيث قتل المئات منهم على يد الجيش الاسرائيلي في تشرين ليعود ويستخدمهم في حربه على الاخوان المسلمين في حماه. الاستقطاب جاء كذلك على يد رفعه الاسد الذي جند المئات فيما عرف حينها بسرايا الدفاع وهو تشكيل احدثه لمواجهه شقيقه طمعا في الاستيلاء على السلطه. وعلى خلفيه اتباع اعداد كبيره من ابناء الطائفه لرفعه الاسد اضطهد حافظ الاسد اتباع الطائفه المرشديه من ابسط حقوقهم في المواطنه حتى اولئك المنتسبين الى وحدات الجيش فلم يسمح لهم في تقلد الرتب العاليه اختارت المرجعيات الروحيه للطائفه الحياد في بدايه الثوره قبل اربعه اعوام حيث اصدرت تعميما غير معلن لاتباعها ببقاء كل عامل في الدوله ومنتسب للجيش في عمله والابتعاد عن المشاركه في الثوره او قتل انصارها لكن اجهزه مخابرات الاسد ارغمت شباب الطائفه على الاشتراك في قمع المتظاهرين وقتلهم من خلال تهديدهم بالاعتقال وتركهم لقمة سائغة للثوار في واجهة الأحداث وبحسب من شاركوا مع قوات النظام فإن المتطوع المرشدي كان يتلقى الفليرة سورية يوميا لقاء مشاركته في المعارك في المقابل يحمل ابناء الطائفه المرشديه المعارضه السوريه مسؤوليه كبيره في دفع الشباب المرشدي الى حضن النظام مع اتهامات صريحه بعدم العمل بجديه على منح الامان لهم وطمانتهم على مستقبلهم ووجودهم ما بعد الثوره لم يرضى عنهم نظام الاسد سابقا والايام القادمه ستقول فيما اذا كان الثوار سيتجاوزون عن افعالهم بحق الثوره حاضر يشابه مراره ماض من الاضطهاد والتوريط في صراع لا ناقه لهم فيه ولا جمل اداه استخدمها النظام لضرب خصومه هذا هو حال الطائفه المرشديه على مدى اربعين عاما من حكم ال الاسد